خلينا نرحب بضيفنا لليوم يوسف فارس مدير شركه اوليف تريد. صباح الخير يوسف. صباح النور واهلا وسهلا فيك باستوديو اخبار الصباح اليوم معنا. مرسي. اليوم الاحد يوسف عندك معمل زيت وزيتون ويلي بيميز منتجاتكم من مشتقات الزيت والزيتون هي انه زراعتكم هي الزراعه العضويه او الاورجانيك. اول شيء كمقدمه خبرنا اكثر شو هي الزراعه العضويه بزيت الزيتون. بزراعة الزيتون الزراعة العضوية هي وقت ما بنستعمل ولا مواد كيميائية. يعني بنستعمل كله مواد عضوية للتسميد. وقت بدنا نقطف قبل ما نقطف الزيتون بدنا نحط مصايد تنقتل الحشرات اللي بيجوا بيسيبوا حبة الزيتون تيضلوا نحافظ على النوعية. من بعدها بنقطفهم بدنا ناخذهم على معمل، كمان المعمل يكون عم بيشتغل بطريقة عضوية، يعني اخذ سيرتيفيكيشن من رخصة من شرك عالمية بيعطونا إياها تيصير في عنا رخصة للأراضي إنه كيف عم نشتغل الأراضي للتصنيع وللتعليب تنقدر نعمل بعدين بيع منتج معلب بالأنينة يكون هو زراعة عضوية معمول بطريقة عضوية. كنا عم نحكي قبل شوي وذكرنا إنه من بعد ما يقطع زيت بهالمراحل كلها أكيد بتكون طعمته أطيب، زيادة إنه الفوائد تبعه بتصير صحية أكثر، لأنه بنعرف إنه الزيت والزيتون عادة وكل مشتقاتهم عندهم فوائد كثيرة. إذا بتذكرنا شوي بفوائد الزيت والزيتون عادة خصوصي لما تكون طريقة زراعتهم هي عن الطريقة العضوية. زيت الزيتون عنده كثير فوائد للصحة، أهم الفوائد تبعه هي فوائد ضد الأمراض السرطانية وضد الأمراض القلب. ليش بيطلع في عنا زيت زيتون منيح؟ ليش لا؟ زيت زيتون منيح هو وقت نحن عم نعصره، طريقة العصر بيكون فيها كمية كثير قليلة من المي. كل ما يكون في كمية قليلة من المي كل ما نحافظ على البوليفينولز. البوليفينولز هن مواد مضادة للأكسدة، أنتي أوكسيدان، اللي هن منيح للصحة. دونك وقت بيكون عندنا طريقة تصنيع للزيت لازم تكون عم نستعمل فيها مي كثير كثير قليلة. مشان هيك في معامل بيطلع زيتون منيح، معامل بيطلع زيتون مش منيح، معصر منيح، معصر مش منيح. هلا نحن عندنا في عندنا المعصرة هيدي آخر تكنولوجيا موجودة بلبنان على كمية مي كثير قليلة بتخلي يطلع عندنا زيت على نوعية عالية وطعمته بتطلع قوية، لأنه وقت بنترك المواد المضادة للأكسدة بقلب الزيتونة بيضلهم بالزيتات وقت يخلص الزيت العصر بيطلع في عندنا طعمة فيها مرورة على قفلسان وفيها حر بالزلعوم. يعني لما الناس يحسوا بهالطعمة بيكون الزيت مش منيح كتير؟ لا بيكون منيح، بيكون هيدا بيكون عفواً. زيت منيح ولازم ناكله ونستهلكه. هذا بيكون زيت بيضاين، بيكون معمول من زيتون اخضر، بتكون ريحته اذا بتنتبهي ريحه خضير، يعني بتشمي ريحه بتحسي كانك عم تعصري الزيتون، او ريحه فيها تكون اريارجو طماط او كات جراس. أوكي. اذا أوكي. حسب شو مزروع حد يعني مثل ما في اللي بيتذوقوا النبيت في ناس كمان بتتذوق الزيتون 100%. وهلا بمناسبه عيد الزيتون كان بهالفتره انت كنت مشارك بمعرض سوق الطيب بوسط المدينه ببيروت. نعم. كيف عم بيكون اقبال الناس على المنتجات تبع اوليف تريد؟ والله نحن يعني ما عم نسوق كثير بلبنان حاليا نظرا للاوضاع، بس عم ننزل مع سوق الطيب ضمن سوق الطيب في يعني في اقبال جيد، بس اكيد مع الاوضاع اليوم بلبنان مش ما فيها كمية العالم اللي عم تجي، مع انه هلا هالويكند كان في ناس في احسن من غيره، بس بدها وقت، بدها حركة اكثر ببيروت. طيب يوسف بما انك ذكرت الاوضاع بلبنان، انت ما كنت بلبنان، كنت عايش برا، رجعت من 4 سنين ترجع تشتغل هون، مع انه من 4 سنين لهلا اكثر شيء الاوضاع ما كانت رايقة بلبنان. كان سألني حظ تمام، رجعت على بحزيران 2004 على لبنان وبلش يصير في مشاكل بعدها بشي شهرين او ثلاثه فبس ما تم واحد بلش بمشروع. كنا نحن بنصنع زيت وزيتون اهلي واجدادي يعني، فجيت انا بدي ارجع اخذ هالمشروع وظبطه، فبلشت. وبعد ما بلشت ما بقى فيني اعمل مارش اريير، وصرت خلاص عم بنجبر كمل. هلا الشيء اللي تغير بشغلي انه انجبرت اطلع من السوق اللبناني تصير صدر لبرا تقدر اضمن استمراريه الشغل، لانه بلبنان نهار بيكون ماشي الشغل، نهار بيوقف، نهار بتعلق حرب، نهار بنتخانق، نهار بننتخب. ما بتشتغل ابدا بلبنان، كل شغلك بيروح لبرا؟ كثير قليل، يعني بنوزع على البيوت للاهل، للعالم اللي للعالم اللي بدهم ياكلوا ببيتهم زيت زيتون. بتعرف بلبنان بنشتري الزيت نحن من المعصره دغري على البيت، بنحب نكون عم نشتريها دايركتلي، وبنعطي اوتيلات وريستورانات
وبتحبوا زيتوناتكم بتاكل منهم ما حدا بيقول غير انواع تتشوف لا دائما بدوق اكيد تنشوف شو في شيء جديد ودائما بنجرب نعمل ديفرنشيشن ننوع بالبرودكت تبعنا مش هيك اطلقنا هلا الجام الزيت زيتون اروماتيزي يعني مع بنحط معه مع نكهات مع حر مع بلزاميك فينيكر مع زعتر مع وايت ترافل بلاك ترافل عملنا جام 9 برودوي تنوع شوي تصير في الكونسوماتور يعني الناس تشتري الناس بيشتروا هيدا انيت هالزيت ياكلوها مع هالاكله وهيدا الزيت تبع البيتزا وهي الزيت للسلطه كل زيت صار في يعني لكل اكله صار في نوع زيت صوصي. طيب كنت عم تخبرني قبل شوي انه في قصه للزيتون، الزيتونه هي يمكن من اقدم الشجر بلبنان، زرعوها الفينيقيه والاخري، من هون استوحيتوا اسم انيت الزيت عندكم، خبرني شوي هالقصه. نحن عملنا كنا عم نبلش نعمل ماركه تجاريه وبدنا نفرج العالم انه هذا البرودوي جاي من لبنان. قعدنا عملنا ريسيرش وصلنا على انه شجره الزيتون اول شيء انزرعت بالعالم من شي 8000 سنه بلبنان وبسوريا وفلسطين. بعدين اخذوها الفينيقيه من لبنان من هالمنطقه على اليونان وبعدين انتقلت بكل البحر الابيض المتوسط. هلا بايامهم كانوا يسموا الزيت زجد. زجد. فجينا سمينا نحن هالجام دو برودوي تبعنا زجد وانطلقنا من هنيك. وصدق الكلمة أول ما بتلفظيها بيفكروا العالم إنه شوي صعبة. لا بس فيها شيء زيت زيت. بس يعني بعدين انترناشونالي ما في ما أبدا كثير بالعكس كثير بيرفضوها عادي. حلو هيك بتشوف كثير كثير بيرفضوها على عادي بتصير صح؟ طيب نعمل دعاية. يوسف كنت عم تقول لنا إنه بتصدر يمكن على بلدان أوروبية على لندن على فرنسا على أمريكا بس معروف إنه كمان بأوروبا في الزيتون اليوناني الإيطالي الإسباني كمان عنده كثير هيك ناس بيحبوه يعني شو بيميز الزيتون اللبناني عن هالأنواع الأخرى من الزيتون عم تقوموا بتصديره لبرا بأوروبا وعم بينال هالإقبال؟ نحن عندنا شجرة زيتون كثير قديمة بلبنان اللي هي الشجره بتعطي طعمه للزيت وعندنا مناخ خصوصي لانه بيطلع في عندنا زيت له طعمه غير الطعمه الموجوده بالزيت الاسباني لانه عنده غير فاريتي غير زيت الطلياني يعني في هالفرق بالطعم اللي عم يطلع بالزيت عندنا عم بيحبوه هنيك انه شيء جديد عم بيدوقوا عم بيلاقوا هي في فرق الزيتونه تبعنا الحبه وقتها من رصها ومن نبيع زيتون كمان غير شكلها غير شيء طعمتها اكثر وفيها مروره اكثر يعني عم بيلاقوا برودوي جديد للعالم بتعرف العالم بتحب تنوع واذا شيء طيب بيجربوه وعم كثير عم نشتغل على اللبنانيه اللي برا كمان طبعا دونك بفرنسا هلا اللبنانيه اللي جوا بالريجيم مش نازلين يعني ما وقفوا اسئله من اول ما بلشنا المقابله لهلا هيئتهم من اكثر محبين يعني من اكثر الناس محبه للزيتون فبيسالوك كيف كان موسم السنه اوكي الموسم السنه ما كان كثير منيح لاسباب متعدده منها انه اجى طقس اجى شوب وقتها ما كنا نجي شوب اجت رطوبة وقتها ما كنا نستجي رطوبه حرايق فحرايق ما احترق كثير زيتون بس حرام هالشجر من ميلقه ومن اخرى فاللي صار انه الموسم منه كثير منيح هلا بس نحن بطبيعه شغلنا نحن بنشتغل كثير مع المزارعين بمنطقه عكار فما فينا انه بنشتغل مع المزارعين سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه يعني شو ما عنده المزارع رح نشتري منه اذا عنده لتر او عنده وهون كنت عم تخبرني انه بتنقوا الاراضي اللي بدكم تشتغلوا معها يعني ما بتنقوا الاشخاص قد ما بتنقوا الاراضي لازم تكون ضربتها الشمس فتره معينه وحتى طبعًا. الاراضي تبعكم يلي انتم زارعين فيها زيتون كمان طبعا هيدا خصوصا بزراعه العضويه بنجرب لانه نلاقي الاراضي المثاليه اللي ينزرع فيها زراعه عضويه ما يكون في حواليها في شيء زيتون اللي بتشتغلوا معهم كمان بيخضعوا لنفس شروط الزراعه العضويه هلا اللي بحب نحن ما فينا نجبر المزارع يعمل زراعه عضويه المزارع اللي بحب يعمل زراعه عضويه نحن بنشجعه بنشتري منه المحصول المزارع اللي ما بحب بحب يضلوا على الكونفنشن على الزراعه الطبيعيه كمان في السوقين موجودين في سوق للزراعه العضويه لزيت زيتون العضوي في سوق لزيت زيتون العادي يوسف نحن كثير بنتشكرك وبنتمنى لك التوفيق عن جد الخطوه اللي عم تقوم فيها خطوه كثير حلوه خاصه انه انت كنت برات لبنان ورجعت لهون انا بشجع كل العالم يرجعوا الا يعني متروق يعني اكيد بيمشي الحال اكيد نحن هلا بدنا ندعيك تحضر معنا هيك الفوكس بوب فقره سؤالنا اليومي وبتشوف هيك جوال شو هي الفقره اليوم كرشوني نحن كل مره بالفوكس بوب بيكون في عندنا كلمه كثير غريبه او مثل شعبي او شيء بنقوله دائما بس ما بنعرف شو معناته شي مره بستعمل كلمه كرشوني هذا بيحكي كرشوني هذا بيحكي كرشوني لغه ما بنفهمها شو يعني كرشوني بتعرف؟ لغه ما بنفهمها وجاي من شيء اتراك او شيء كثير منيح عنده بعض المعلومات طيب الناس كمان بيكون في عندها تفسير عاده مهضوم طريف وكل واحد بفسر على ذوقه شو يعني كرشوني بنشوف الناس شو قالت